بالك كتير. كابتن ده الراجل هو اللي طلب، قال خلاص انا مش عايز حد يمشي من الجهاز وانا عايز الناس كلها مكمله. اتمنى يبقى دي بدايه النجاح يا احمد. يعني انا بقول لك الاستقرار دلوقتي في نادي الزمالك لازم يبقى موجود من كل النواحي، مش من الناحيه الفنيه بس، استقرار من الناحيه الاداريه الماليه، كل دي هترجع عليك في بدايه موسم تقدر تخطط ان انت ان شاء الله تاخد بطولات. فانا بقول البدايه هي اللي هتديك الامل باذن الله ان انت عايز مثلا البطولات اولها الافريقيه او الدوري او الكاس، لكن هتخش بمشاكل او يبقى في تعنت في انت تقول انا عايز فلان والنادي لا يملك، او تحدد، انا بقول لك حدد ثلاثه في كل مركز ممكن النادي يجيب لك واحد فيهم بقدر الامكان، عشان ما يبقاش ليك حجه فنيه ان انتوا طلبتوا وما جبتوش. وهو يعلم جيدا ان دلوقتي ما فيش استقرار لغايه الانتخابات. وانا كنت يمكن قريت امبارح للكابتن فاروق حديث ان صعب ان انت تعمل انتخابات بعد مثلا 45 او 50 يوم اعتقد، مش كده؟ والدوري بعد 15 يوم بالظبط، يكون باب القيد اتقفل، ما فيش حلول، مش عارفين احنا لو اللجنه اللي موجوده دلوقتي ما عرفتش تحل. فنتمنى مش عايزين نقول الاساطير والكباتن صحيح اللي بتحب النادي تقعد ونشوف حل.